أفكار البانوهات. تعالوا نشوف إزاي أقدر أطبق البانو على حسب الطراز التصميمي ونشوف أفكار للتنفيذ. نقدر نطبق بانوهات كلاسيك عن طريق استخدام التذهيب أو اللون الذهبي بشكل قوي أو بشكل أبسط أو تفاصيل أو بانوهات ونستخدم معاها ورق حائط أو إن إحنا نستخدم الرسم اليدوي داخل البانوهات. في النيو كلاسيك بنستخدم البانوهات بطريقة أبسط بكتير، ممكن نستخدم البانو والحيطة بنفس لون الدهان أو نستخدم لونين مختلفين بس تكون درجات الألوان قريبة من بعضها. نستخدم أشكال بسيطة مش أشكال فيها زخارف أو تفاصيل كتير. تصميم البانوهات اللي بالشكل ده اللي بيكون على الجزء السفلي أو 3/4 الحيطة يتبع الستايل أو الطراز الريفي، ممكن نستخدمه بالشكل ده، ممكن نستخدم من فوق ورق حائط. أو ممكن نستخدم ورق الحائط جوه البانوهات السفلية. أما بالنسبة للمودرن فالموضوع بيكون أبسط من كده بكتير. أول حاجة لازم سمك وعرض البانو نفسه يكون صغير، أو لو استخدمنا بانو بعرض أكبر يكون مسطح تماما. ممكن جدا نستخدمه بلون الحيطة أو بلون مختلف عن الحيطة بس يكون بنفس شروط شكل البانو نفسه. ممكن نصمم البانو بأشكال هندسية أو خطوط هندسية متداخلة. وكمان البانوهات في الستايل المودرن نقدر نستخدم فيها الدهانات بطريقة مختلفة، ونقدر نستخدم فيها ألوان قوية وجريئة، وممكن نستخدم جواه ورق حائط يكون تصميمه مودرن وبسيط. ممكن نستخدم جوه البانوهات المودرن خامة زي الجلد